دول خيرة من ولاد البلد دي. دول الكتيبة 103، بعض من رجالة الكتيبة 103 اللي ربما منهم دلوقتي شهداء ومصابين. بص وتأمل، قول لي بقى واحد فيهم تكون نفسه مكسورة، قول له واحد فيهم عينه مكسورة، قول له واحد فيهم خايف أو خايف منك ومن ملايينك. دي ناس بتضحك وهي على أرض سيناء اللي أنت بتحاول تلغمها بكل الملايين والمليارات اللي بتصرفها. ربك كبير، والرجالة دول أكبر تاني وتالت من مؤامرة قطر والجزيرة على الجيش المصري، وأكبر من مجرمين الإخوان اللي بيشمتوا في مقتل جنودنا دلوقتي على صفحات السوشيال ميديا. ربك كبير علشان اللي حصل النهاردة في سيناء ودفعنا فيه من دم ولادنا وبندفع واحنا راضيين وعارفين بنحزن، بس عارفين ده تمن. اللي حصل النهاردة ودفعنا فيه من دم ولادنا دليل جديد على دور قطر القذر في دعم الإرهاب وتمويله. علشان تعرف ان تميم ما يفرقش كتير قوي عن مكتب الارشاد، وما يختلفش كتير قوي عن ابو بكر البغدادي ان كان عايش. هو نفس الوش بارهابه وحقده وغباوته وقذارته اللي لما اختار يرد على الحصار الدبلوماسي. ما هي الخسه كده، تبقى انت معركتك على ارض دبلوماسيه واضحه، معركتك قطر مع مصر والامارات والسعوديه والبحرين على ارض دبلوماسيه واضحه، وانت جبان وضعيف ومش قادر ترد دبلوماسيا ومفضوح، فما تردش زي الرجاله. ما هو تميم مش راجل تروح ترد مش في ملاعب الدبلوماسيه، لا تروح تدفع لمرتزقه بتوعك زي اللي بتجنسهم يلعبوا باسم بلدك ويرفعوا علم بلدك طول الوقت علشان يقتلوا الرجاله دول، تروح تدبر لهجوم ارهابي بالشكل ده علشان خاطر تكسر نفس البلد دي وهي داخله معاك معركه دبلوماسيه. احنا عارفين ان الخسه مساحتها كبيره جدا عندكم. اللي يروح يرمي نفسه في حضن اردوغان وفي حضن الحرس الثوري الايراني ويروح يعادي الدول العربيه كلها فيقرر يسيب ميدان المعركه الدبلوماسي ويروح يمول عمليات ارهابيه زي دي، اكيد اكيد ربك كبير واكبر منه. ربك اكبر من تمويل قطر لداعش عشان يقتلوا جنودنا. ربك اكبر من شماتة الاخوان الكلاب في دم ولادنا. وربك برضو اكبر من ملايين الدولارات المدفوعة في الجزيرة علشان تفبرك صور ومشاهد وتنشر اخبار تشوه بيها الجيش المصري، والاخطر من ده انها تشكك الناس في القوات المسلحة المصرية، والاخطر من ده ان يبقى بيننا ناس او هربان من عندنا ناس بيساعدوهم في موجة التشكيك دي وكأن محدش شايف. عارف ان الكلمتين بتوع ليبيا وسوريا بيعملوا حضرتك هسهس، بس والله ما مؤامرة، سميها مخطط، سميها أي حاجة. عاوز تشوف الجزيرة النهاردة عملت إيه؟ الجزيرة النهاردة أو مش النهاردة، في أي عملية إرهابية بيروح فيها شهداء من جنود القوات المسلحة المصرية أو من الشرطة المصرية، في أي حادث إرهابي من دول بينزلوا الأخبار كده، المفروض الخبر ينزل استشهاد جنود مصر، لأ، الجزيرة بتكتب إيه بقى؟ الجزيرة بتكتب تقول لك مقتل جنود مصريين. لا يا حبيبي، فوق اسمهم شهداء. انا اسف، ممكن حضرتك ما تفهمش ده، ما تفهمش معنى الشهادة لان انت عندك مرتزقة، فبالتالي لما مرتزقة يموتوا تكتب عنهم مقتل، لكن احنا عندنا رجالة ولاد البلد دي بيدافعوا عنها. اسمها يا حبيبي استشهاد جندي مصري. لا يا ابني انت هو، لا يا بتاع قطر، لا يا بتاع الاخوان، اسمه شهيد يا حبيبي، اسمه شهيد وتراب بيدته أشرف من أشرفكم إن كان فيكم شريف أصلا. ربك كبير وأكبر بكتير من أموال قطر اللي بتصرفها على الإرهاب. تحب أقول لكم قطر بتصرف كام؟ تحب أقول لكم قطر بتصرف كام على داعش والإخوان علشان يقتلوا ولادنا أو يقتلوا إخواتنا في ليبيا أو في سوريا؟ يا سيدي قطر صرفت في 5 سنين حوالي 65 مليار دولار لتمويل الإرهاب والميليشيات العسكرية في سوريا وليبيا. 65 مليار دولار يا مؤمن من فلوس العرب صرفتهم قطر علشان تميم يفضل قاعد على الكرسي بتاعه. صرفتهم قطر علشان تخرف في مصر الوطن العربي. 65 مليار دولار كان ممكن يبنوا مثلا بتاع 3000 مدرسة في الصومال وموريتانيا وفي دول تانية عربية محتاجة. كان ممكن يبنوا بتاع 1300 مستشفى متطورة. كان ممكن يبنوا 650 مصنع. كان ممكن يزرعوا 15 مليون فدان علشان خاطر الوطن العربي. بس تميم زعيم شبكة مافيا، والمافيا بتحب الخراب.
ما تحبش البنى ابدا. اختار انه يلعب دور المرتزقة ومكمل فيه، كمل. ده احنا يا سيدي ياما عشنا مع اعداء بالمئة سنة وفي الاخر بيتدفنوا هنا، بيتدفنوا هنا. قطر بتصرف كل ده على داعش والاخوان وبيخططوا لقتل ولادنا في سيناء واحنا هنا للاسف، وهي دي المشكلة. انا مش واقف عند الحادثة، الحادثة دي مش حادثة، دي معركة، جزء من حرب. انا اقف عندنا احنا، قطر والاخوان وداعش وتركيا والناس دول كلهم بيخططوا علشان يفتتوا البلد دي او يفتتوا الجيش ده او يزرعوا اسفين في جدار الثقة اللي موجود ما بين القوات المسلحة المصرية وما بين الشعب المصري. لكن للاسف عندنا ناس هنا ممكن نسميهم نخبة، وفيهم طبعا عيال تافهة كتير قوي، وللاسف على الالفاظ والحدة،